رجل أعمال مقيم بالعاصمة يسري في دمه حب الجي اس دي فريق الولاية التي ينحدر منها. ترأس النادي بهدف واحد لا غير ترتيب البيت وتوفير بيئة ومناخ رياضي سليم من أجل التنافس بقوة على تأشيرة الصعود إلى القسم الوطني الثاني وتحقيق حلم الآلاف من عشاق الأخضر والأبيض الذين يأملون في رؤية ناديهم وسط حظيرة النخبة. ونحتفل جميعا بصعود النمرة إن شاء الله بعد 50 سنة. خانته بعض التفاصيل والجزئيات في تجربته الأولى التي لم يكن فيها بعيدا عن الهدف المسطر، فأراد رمي المنشفة ليفسح المجال لمن يقوى على فعل ذلك، لكن التفاف الجماهير حوله وإيمانهم بمشروعه الرياضي دفعه للتراجع عن الاستقالة ومواصلة العمل الدؤوب من أجل الشبيبة الججلية. هي الأنصار، أنا يوميا نتكلم عن الأنصار لأن الأنصار هم اللاعب رقم 12 بكل صراحة، وهم اللي شجعونا باش نوصلوا المشوار على رأس هذا الفريق. لم يبخل الرئيس النادي ولا جماهيره دينارا يستطيع دفعه من حر مالها، تعاقدات محترمة ومدروسة وتكفل بتنقلات الأنصار في بعض المباريات الهامة من أجل توفير الدعم المعنوي للاعبين، بالإضافة لحنكة كبيرة في استقطاب بعض المستشهرين الكبار الذين ساهموا معه في توفير الظروف المثالية هذا الموسم. موسم استلمت فيه النمر دفة القيادة مبكرا ورفضت التخلي عنها حتى لاح الهدف المنشود على مرمى البصر، هدف وضعه الرئيس نصب عينيه وسار إليه بخطوات واثقة مدعوما بولاية كاملة تتنفس اللونين الأخضر والأبيض وتستعد لدق طبول الفرحة بعد عقود من التخبط في جحيم الأقسام السفلى.